قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، أي جعلوا شيئا يقيهم عذاب الله. وهذا الشيء الذي جاء هو الإيمان والعمل الصالح، كما عرف علي رضي الله عنه التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه هي التقوى. الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن الله معكم إن كنتم من المتقين. كونوا من المتقين فالله ينصركم ويحفظكم ويرعاكم ويكلأكم سبحانه وتعالى.